اوكي اخيرا انا مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان انتم كان مسافرين. في مفاوضات، عندها سفر والله. اوكي انا بشكرك جدا مستر كوبر، muchas gracias وبشكرك el saber que جدا tenemos que ir محمود، muchas gracias de verdad وعايز اوجه لك رسالة ان الشعب quiero mandar المصري un كله mensaje que de والجمهور verdad el pueblo المصري egipcio كله بيحترمك وبيقدرك le respeta mucho a ومقدر usted y le العمل quiere mucho العظيم le اللي انت aprecia عملته saben el مع trabajo que usted المنتخب hizo المصري con la selección egipcia لإيصالنا لكأس العالم بعد 28 سنة. para ببارك لك llevarnos la copa del وأتمنى mundo لك ب28 se ve التوفيق في prestaciones الفترة espero que القادمة tenga suerte y seguir وتشاو. en todo Muchísimas gracias. Chao, chao, dice chao. Y yo chao. también los llevo en el corazón. أتمنى لكم كل الخير وكلكم دايما في قلبي. شكرا. شكرا، يعني سلام. طبعا أنا مرزق على فكرة. بصوا يعني الراجل كوبر ده والله جيم كده إيه، يعني بشكر طبعا محمود فايز، واحد من المدربين المكافحين. يعني على فكرة الراجل ده الأول كان مترجم زي ممكن مورينيو في وقت من الأوقات، وبعد كده اشتغل على نفسه واشتغل مساعد لمدربين كبار، وكوبر متمسك بيه بشكل كبير جدا وليه دور كبير جدا في نجاح كوبر. نموذج مشرف محمود فايز واحد من النماذج المشرفة في التدريب المصري، لأنه ما اكتفاش ان هو راجل يعرف لغة بس وبعلاقاته بس، لا راجل درس التدريب، راح خد كورسز وخد الكوتشنج بادجز في اعلى المستويات واشتغل مع مدربين كبار. انا نفسي ان منتخب مصر واتحاد الكرة المصري يستفيد من واحد زي محمود فايز، فبشكره طبعا على مداخلته معانا، وان هو يعني اشرك لنا كمان المدير الفني السابق لمنتخب مصر مستر هيكتور كوبر. نرجع